مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله هنعمل خبز من الحبوب الكاملة، هو كتير مناسب لمرضى السكر وضغط الدم. مكونات كتير بسيطة، يلا على الوصف. نص كيلو دقيق الحبوب الكاملة، القمح 3 كوب ونص، ملح نص معلقة صغيرة أو حسب الذوق، خميرة معلقة كبيرة 15 جرام، أو يمكن صنع الخميرة الطبيعية بالبيت، حوض على الرابط تحت في صندوق الوصف. هذه خميرة طبيعية. بنحرك المكونات، بنوضع ماء دافئ 2 كوب أو حسب الحاجة. نعجن جيد، مثل هيك لازم تكون. الحبوب ممكن نوضع البذور أو الحبوب اختياري، شو ما بدنا بنوضع حسب ذوقكم. بنخلط المكونات مع بعض وبنوضعها بوعاء يجب ملء نصف الحاوية، لأنه حتخمر وحيضعف الحجم. ممكن أيضا وضع البذور، هو اختياري منشان تمسك، لأنه ما وضعنا بيض عليها منشان تمسك معانا. نغلق الحاوية ونتركها في مكان بارد حتى يضاعف حجمها. تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 170 درجة مئوية. نوضع الخبز في الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة. هذه المكونات إذا كنتوا بحاجة إلى التقاط صورة الشاشة. بعد 30 دقيقة بنطفي النار والباب مغلق، ودع الخبز يبرد داخل الفرن، يبرد تماما. ولكن أنا طلعته شوية سخن منشان أفرجيكم كيف شكله منشان التصوير، ولكن أنتوا خلوه يبرد تماما داخل الفرن والباب يكون مغلق. شايفين كيف شكله؟ كتير هو روعة، كتير هو مميز. يفضل ورق زبدة أو دهن الحاوية بالزيوت، أي نوع زيوت حتى لا تلصق. يجب أن تكون الحاوية مناسبة للفرن، عدم وجود بلاستيك فيها. أنا ما دهنتها زيوت، انتوا فضل دهنوها اي نوع دهون. فرجيكم كيف شكله من الداخل، كتير روعة وكتير مميز. هو كتير لين وطري، بالخاص لكبار السن. ايضا كتير هو روعة. يفضل بعد النضوج، بعد 30 دقيقة من النضوج، نغلق الحرارة ونخلي باب الفرن مغلق حتى يبرد تماما داخل الفرن قبل التقديم. في أمان الله.